إذا تحية طيبة متتبعي قناة شوف تيفي. من خلال هذا المباشر حنا تنتواجدوا مع أم اللي عندها ثلاثة ديال الأطفال، يعني تنعرفوا هذه الظروف ديال المعيشة، والآن تنعرفوا بأنه في هذا الزمن ديال كورونا يعني الظروف الاجتماعية غادي وتتصعب على الناس، خصوصا بعد ما يعني مجموعة ديال يعني المواطنين اللي فقدوا العمل ديالهم. حنا امام واحد الام اللي يعني تخلى عليها الزوج وتخلت عليها العائله وخلتها وحيده مع الزمن، يعني العائله هي بنفسها يعني سمحت فيها، والان الناس تيتساعدوا معها يعني كل نهار، يعني تتقصد باب ديال اي شي واحد من الناس المواطنين باش انها تستقر عندهم ريتما تلقى الفرصه او حل بالنسبه لحياتها. حنا نخليوها تحدث على المشكل، كيفاش انه توصلت لهذا المشكله هذا، وعلاش انه عاشت حاله التشرد لولا تدخل واحد السيده هنا في الفضل اللي انه دروكا مستقبلها الى حين انها يعني تلقى فرصه ديال العمل واستقرار مع الابناء ديالها. اختي يعني منك تحكي لنا كيفاش بدا المشكل عندك. هذا المشكل وقع ملي جات كورونا. يعني ملي جات كورونا ما بقاتش عندي الخدمه، تنخدم غير ميناج في القهاوي في الديور. ولادي كانوا عند شي ناس، كنت مخليهم عند شي ناس، يعني كان كل سيمانه ولا كل شهر تنعطيهم داكشي اللي قسم الله. يعني ملي جات كورونا يعني ما بقاش عندي لا خدمه لا حتى شي فلوس لا والو، شديتهم معايا للبيت فين ساكنه في الداوديات. يعني السيده ما قالت لي ما نقدرش، يعني انا كاريه لك انت ما كارياش ثلاثه الصداع الدراري ما عنديش مع الهراج وهي مريضه. شديتهم عطيتهم لواحد السيده اخرى قلت لها شوفي انا غندير معاك كل سيمانه نلوح لك شي حاجه، المهم لا شتيني عطلت عليك الفلوس عرفي راه ما كاين ما يدار. شدتهم يعني عطلت ما بقيتش يعني والو، كنضل ندور على خدمه ما كايناش. دازت واحد سيمانه وشي 3 ايام ويجيبوا مني رداتهم ليا، قالت لي شوفي نجواي كورونا ما كاينش باش نخلص، وشديتهم قلت ديك الفلوس غنخلص انا زيد في ولادي خصني نشوف حل. خويت داك البيت شديت حوايجي فرقتهم على الناس كاملين في الدوديات، هزيت ولادي قلت لهم عيط الوالده شحال وانا كنقنع فيها 3 ايام وانا تنقنع فيها، وجالسه عند واحد الناس في المحامي وتنقنع فيها وكنقول لها شوفي راه ولادي راه ما كاينش فين نحطهم، وراه انا كنقلب على خدمه، وراه كاع يكون عندي فين نجلس راه في بيت راه خاصني اللي يشدهم ليا، وبنتي الكبيره راه ما كايناش مخليها غير عند واحد السيده. وعرفتهم على السيده اللي عندها بنتي الكبيره، بداو تيهضروا معاها تيتواصلوا معاها، عرفوا بانها نيت شاداها، والسيده هذه ما كنعطيها لا ريال لا جوج بها هي اللي في بنتي كتاكل كتشرب كتشري لها اللبس مخليها حتى شي حاجه. وهاد البنيه الكبيره عندها السكر، واحد الصباع عندها ما تيبراش ما تناخذش ليها الدواء لانه ولاتي انا عندي سكر. ملي ديتهم الوالده قنعتها وداكشي قالت لي صافي ماشي مشكل انا غنشدو منك، ولكن بشرط غديري لي واحد السلف وتنجري من هكا ونجري من هكا. تجمعت لها واحد 1000 درهم عطيتها لها. هذه الام ديالك اللي طلبات منك الفلوس باش تقابل لك باش تقابل لي، قالت لي قابلي لي تتفوت كورونا، قالت لي وانا كري لي ملي تفوت كورونا كري لي، يعني انت عندك الدار شاريها لك بنتك خدامه في بنكه وعندها الاملاك ديالها وطامعه فيا انا تخرجي من دار مفرشه شاريه لك بنتك وتجي عندي انايا نكري لك، وانا نكري لك ونصير على ولادي راه بزاف راه خاصني انا. يعني واش الام ديالك كنتي تتواصلي معها قبل ما يوقع لك هذا المشكل، ولا يلا تواصلتي معها منين ولا عندك هذا المشكل؟ يعني ديما تتشوفيها تتشوف لا ما كيشوفونيش ما كيجوش عندي، تنتواصل عليهم عن بعد. يعني الا كانت شي سميتو شي عيد ولا شي مناسبه ولا شي حاجه راه ما تيعقلوش عليا. العيد الكبير انا اصلا ما عيطتش باش ريت، هذيك عيدات غير عند السيده. هذه عيدات عند السيده. دونك هاد السيده مستقبلك في المنزل ديالها. انا هاد السيده كانت ملي جابوا لي دارنا ملي ما عطيتهمش الفلوس جابوا لي ولادي لاحوهم لي وحق الله في الزنقه سولوا لي الناس راهم لاحوهم ما دخلوش حتى عند الناس، يعني ما عرفوش هاد السيده هذه شكون هي، ولا انتما كتهضروا معايا غير في التليفون ما عرفتوهاش ظروفها شاده وحده جيبي لها الدراري اللي يحيانهم. حتى جات مدخلاهم بنتي الكبيره مدخلاهم عندها وانا ما كايناش خدامه، يلاه يومين خدمت عند واحد السيده تعيطات لي قالت لي شوفي راه ولادك لاحتهم لك امك في الزنقه. يعني انت كنتي معوله على الام ديالك انه هي تقابل لك الوليدات وانا اللي وانت تخدمي ونعطيه اليوم. انا واحد الله العظيم بعد الخطره اللي عطيتها كنتلاقى معاهم حدا الطاكسيات ديال الافاق ما تنعرفش انا دوك كنت
طاكسي ديال الافاق وكتشدي الطاكسي ما عرفتوش فين بلاصه في المسيره. بنتي كتعرفهم، كانت قالت لك كتعرفهم فين ساكنين. كنتلاقى معاها تم كنعطيها داكشي اللي قسم الله، كنجيب تقدي كنطالب على الخطرات ما كنلقاش. انا ما كنلقاش باش ريدوايا، انا اصلا مريضه. نعم. انا عندي انا كنت نعسه في المرشيش، عندي انا داكشي ديال الاكتئاب، مرض نفساني مرض. هاني عندي شي دواء اللي باقا ما خديتوش، ما كنلقاش باش ناخذ، يعني ما خلاوش ليا باش ناخذ الدواء. ها عندي مرض السكر، عندي الطونسيو تيطلع ليا، عندي ولدي ازماتيك، راه هو راه قنع قطعت عليه فونتولين، كان كياخذ فونتولين رابوس، هذيك عندها السكر يعني كيضرب وتيرجع، يعني هاد الدريه هادي كترد القلبه، داكشي علاش شدها السكر. نعم. والحاله ديال العائله ديالك، السؤال يعني كيف دايره الحاله العائله ديالك انت؟ ميسوره، دارنا ما خصهم حتى شي حاجه. الوالد ان جونيور او سي بي متقاعد، خدام في او سي بي متقاعد، مفروق مع الوالده، هو عايش في الشماعيه عنده الدار، هما عايشين هنايا عندهم الديور هنايا. اختي خدامه في لابونك، كانت مجوجه واحد السيد رجل اعمال مقاول، مات دارك سيده مات، خلى لها الاملاك ديالو، يعني عندها الديور هنا في تمنصور في الضوحه، الفرشين كتكريهم، وعندها شي فيلا في صويره، يعني خلى لها مسك عليها الله. خويا تا هو كيخدم في هادشي ديال الاوتيلات، وما تيعقونيش. يعني ما تتصليش بهم؟ ما عمرك اتصلتي بالخوتك وشرحتي لهم هادشي اللي فيا؟ ما راضيينش بيا اصلا، هما ما راضيينش بيا، ما راضيينش بيا انا بهاد الحاله هادي، ما راضيينش بيا بحال هكا، يعني كنجيهم بحال انا متسوله ولا متشرده ولا ما نعرف. انا ما ترضاش، ما كنقولش بنادم عطيني تمشي ندمر فيها، ما ترضاش بنادم يعطيني شي حاجه، ما كيرضوش بيا. يعني الا كانت بحال كاين اللي كانت عندهم شي مناسبه ولا شي حاجه ما تيعيطوش ليا، لا غتشوه بينا غدير لينا غدير، حيتاش انا عندي عينيشان، ما عندي ما نخبي. يعني ما عمرهم فكروا انهم يعاونوك، هما تيقول لك خصك تعطي وديري باش نا. لا عمرهم ما فكروا انهم يعطوني شي حاجه ولا يعاونوني بشي حاجه ولا شي عيد ولا شي رمضان يعطوني ولا. رمضان دوزتو غير كنجلق من قمت لقمت، وعندي السكر، كاين نهار اللي ما نقدرش نصومو كنكملو عي بزز، وكنمشي من قمت. وعليكم السلام. ادريسي الو نعم نعم، شكون معايا خويا؟ شكون؟ لا خليك تدوي معايا، خليها. شكون معايا؟ شكون؟ نعم اخويا هضر، ما عرفتك شكون معايا. منين جاتك النمره؟ صافي قطعي قطعي قطعي. شوف اللايف. اذا على العموم دروك انت كيفاش تشوفي حياتك، يعني بخصوص انه انت عندك ثلاثه الوليدات اللي يعني صعبت عليك انك تستمري في الحياه بسبب هاد الوليدات هادو، انه باش تخرجي تخدمي خاص اللي قابل لك الوليدات. تفضلي. والمشكله هي ان واخا كاع نعم انا دابا الا بغيت نخرج نخدم خاص اللي قابلهم، ودابا اش تنقول انا كون كاين استقرار يعني راه الدريه في الكافيه، يعني تقدر تضل بنادم النهار كامل يدمر يمشي يخدم ويجي في العشيه ويلقى وليداتو حداه، لانه ما عاشوش معايا، ما عاشوش معايا، يعني ما عاشوش معايا طفولتهم، ما خداوش الحنان، ما خداوش، يعني مجلقين من قنت لقنت، يعني دازو كيدردزو. تصور انا البارح انتش ما كانوش معايا، البارح انا ملي بيت معاهم انا هنا البارح، وحق الله العظيم ما ناعسينش الكاميرا وما تيقلبوا فيا، وتيقلبوا لي فوجيعه، كنوض نتحرك بحال هكا نمشي نشرب ولا شي حاجه كينوضوا يتبعوني. نعم. والاب ما حاولتيش تواصلي معاه باش انك تقدري الامور؟ ما عرفاش، انا تلقاتني المحكمه ما عارفاش فين كاين ولا فين صاد، ما عرفتوش انا اين، واش ميت ولا حي، ما تيسولش. ما تيسولش نهائيا. ما تيسولش. واشنا هو النداء ديالك دروك من خلال المباشر ديال قناه شوف تي في؟ انا النداء ديالي هو بيت المحسن يتعاون معايا، انا على الاقل عرف السكن، استقرار. نعم. استقرار هو كل شيء. نعم. استقرار، انا ما بقيتش قادره عليهم حتى على المدرسه، دابا كنقول المدرسه الا جايه ما عنديش كندير لهم، انا عندي دريه في الخيريه، هذيك راه في الخيريه كبيره في الخيريه كتقرا 13 عام في اسفي. يعني دروك انت تتقلبي على الاستقرار، شي بيت يتكرى لك ولا شي دار تكرى لك باش تقدر. ما عنديش مشكل. باش تقدري تعيشي مع وليداتك. استقرار يعني تخليهم يعني مع بعضياتهم، ماكلتهم، المهم بعدا يبقاو مشبوعين متحدين، مش يبقاو مشتين، هادي في قنت والاخر في قنت والاخر في قنت، يعني هادشي انا مليتو، انا هادشي انا مليتو. نعم. والخدمه يعني ما واخا نكون كاع في الخدمه يعني ما كنكونش بالي مرتاح، ما كنكونش مرتاحه لان كنشوف كل واحد في قنت. يعني دروك انت دروك تتقلبي على الاستقرار مع هاد الوليدات، يعني في شي دار ولا في شي بيت
اللي يقدر شي واحد يتكلف لك بالمصاري كرالي ريتما انك تقدري تهزي راسك يعني وتكلفي بهاد الوليدات هادو وحياتك كي تشوف فيها دروك اختي انت؟ كنشوف حياتي انا ضايعه، ما عشتش حياتي انا والو، كتب لي حياتي انا الدنيا ظلمت في عينيا، يعني كحالت، يعني تتبان لي بحال البارح انا يعني بديت مع مريض، انا كنت كنهضر مع الدواء غير الموت قدامي، ما بقيتش كنقول انا ليش عايشه اصلا، عيت كرفيس، كتبان لي غير الموت قدامي. انا قلت لها هادي، قلت لها هاد السيده هادي، قلت لها البارح، قلت لها وحق الله العظيم كنت داني عيسي ضربي وارتاحيت. كتقول لي وهادو، كنقول لها ما بقيتش قادره على هاد الحمل هذا، بزاف بزاف عليا، قلت لها ثلاثه راه صعيبه. ما كانش عندك ديك الساعه المشكل فاش كنتي عايشه مع الزوج ديالك؟ ما كانش عندك مشكل فاش كانت عندك الوليدات ديك الساعه فاش كنتي انت وهي عايشين مع وليدات؟ كنا تندابزو، كان العصا كيضربني انايا، جاني السكر. نعم. اذا على العموم متتبعي قناه شفتي من خلال المباشر، يعني استمعتوا لهاد الام هذه، يعني الحياه ديالها كيف دوزتها، يعني قاسيه رغم ان العائله ديالها تبارك الله ميسوري هنا مدينه مراكش، يعني كما تتحكي على اللسان ديالها، ويعني كتعيش واحد الظروف كذلك مع الزوج، يعني اللي كانت يعنفها تضربها، يعني ما خلاهاش انها يعني تستقر معاه في الحياه، والان الطلب ديالها هو انه اللي يقدر انه يساعدها او يتكلف بها في هذه المده هذه، يعني يكون شي كرا ولا شي حاجه تقدر فين تستقر مع الوليدات، لانه بعد الشكر الجزيل لهاد واحد السيده هنا في الفضل اللي مستقبلها في المنزل ديالها، يعني هزها، ولكن الان هاد السيده هذه تتفكر يعني باش انه تعيش مع ولادها، يعني شي مكان تستقر فيه مع وليداتها وتخرج تخدم عليهم، يعني وتهز الحمل ديال الوليدات ريتما، لانه كلهم عندهم امراض مزمنه، البنت عندها فيها السكر، الوليد عنده ازماتيك يعني تيدير الربوز كذلك حتى هي، يعني بقوه هذه المشاكل ولات عندها حاله نفسيه حاده. على العموم هذا نداء لجميع المحسنين ولذوي القلوب الرحيمه، ومن خلال القناه من خلال هذا المباشر ديال قناه شوف تي في، انا نتمنىكم انكم تبارطاجوا مزيان هذا اللايف، لانه الاسم ديالك لالا لان النجوى في حاجه ديالكم باش انها تبدا حياه جديده مع الابناء ديالها. اذا شكرا لكم على المتابعه، تحياتي لكم من خلال هذا المباشر.